السلام عليكم، مرحبا صف ثاني، كيف حالكم؟ أحسنتم، بخير والحمد لله. هيا بنا نقرأ عنوان درس اليوم، وهو قصة البومة الحكيمة، وهو الجزء الثاني من قصتنا، ما زلنا نكملها. هيا نتعرف على خطوات درس اليوم. سنكمل تعلم قصة بوبي البومة الحكيمة. سنستمع إلى فيديو الحروف ونستذكرها. سنكمل القصة ونقرأها مع المعلمة. سنناقش القصة مع الإجابة على الأسئلة. سنستخرج الكلمات التي تحوي الباء من القصة. ثم التقييم الختامي لعبة عن طريق الرابط. هيا بنا يا أبطال. ألف مثل أرنب، أرنب. باء مثل بطيخ، باء بطيخ. تاء مثل تفاح، تاء تفاح. ثاء مثل ثعلب، ثاء ثعلب. جيم مثل جمل، جاء جمل. حاء مثل حصان، حاء حصان. خاء مثل خروف، خ خروف. دال مثل ديك، دي ديك. ذال مثل ذئب، ذئب. راء مثل رمان، راء رمان. زاي مثل زرافة، زا زرافة. سين مثل سمكة، سا سمكة. شين مثل شمس، شا شمس. صاد مثل صقر، صا صقر. ضاد مثل ضفدع، ضا ضفدع. طاء مثل طائرة، طا طائرة. ضاء مثل ظبي، ضا ظبي. عين مثل عصفور، عا عصفور. غين مثل غراب، غ غراب. فاء مثل فيل، ف فيل. قاف مثل قطار، ق قطار. كاف مثل كلب، ك كلب. لام مثل ليمون، لا ليمون. ميم مثل موزة، م موزة. نون مثل نملة، ن نملة. هاء مثل هدهد، ه هدهد. واو مثل وردة، و وردة. ياء مثل يد، ي يد. بوبي البومة الحكيمة. كما اتفقنا في المرة الماضية أن مؤلفة القصة هي نورية العبيدلي ورسوم أسامة مزهر. وقفنا في المرة الماضية على أن بطة ذهبت لتبحث عن صديقة تلعب معها، فوجدت بجعة ولعبت معها. ماذا حدث لبطة بعد ذلك؟ هيا بنا نرى. ومع غروب الشمس عادت بطة إلى بيتها، وكان الهواء باردا. في المساء أصيبت بطة بالبرد. أعدت بوبي طبقا من حساء الحبوب لصديقتها بطة. أغلقت بوبي الأبواب والشبابيك، وألبست بطة جوربًا لتشعر بالدفء وتنام. وحين بزغ نور الشمس، بدأت بطة
تشعر بالتحسن. شكرت بطة صديقتها بوبي وأهدتها سبورة بيضاء كبيرة. صارت بوبي تكتب لبطة كل يوم عبارة جميلة، ومن هذه العبارات: اجعل باب الخير والحب مفتوحا في قلبك. انتهت القصة. يجب أن نناقش القصة معا يا أبطال. أول سؤال: هل وجدت بطة صديقة تلعب معها؟ نعم، وجدت البجعة وظلت تلعب معها حتى المساء. ماذا حدث لبطة في المساء بعد أن لعبت مع البجعة؟ أصيبت بالبرد. أحسنتم. السؤال الأخير: كيف ساعدت بوبي بطة على التعافي من مرضها، أي عندما أصيبت بالبرد؟ أعدت لها الحساء وأغلقت الأبواب والشبابيك وألبستها جوربا لتشعر بالدفء وتنام. شكرا لكم يا صف ثاني، مع السلامة.